سيستيم دو نيميراسيون اللي باش نشوفوهم توا اه باش نحاولو نقسمو الفيديو نتاعنا باش ما يكونش طويل برشا باش نقسموهم على زوز ولا ثلاثة تروا فيديو باش باش ما نطولوش برشا دونك في كل سيستيم مثلا سيستيم بينير سيستيم ديسيمال هذا اللي نشوفو اللي نعرفوه معنا عندناش اشكالية سيستيم بينير نقسموه لدو بارتي كونفرسيون ديسيمال بينير و كونفرسيون بينير ديسيمال من البينير للديسيمال والعكس نفس الشيء سيستيم اكزا ديسيمال كونفرسيون ديسيمال اكزا ديسيمال و دي اكس ديسيمال ديسيمال بي كو من ومن بعد باش نشوفو ترانسكوداش كونفيرسيون من البينير للإكزا ومن الاكس ديسيمال للبين دونك نبداو اول حاجه تعريف الساعة هاذيا متاكد ان اللي انتم تشوفو فيه اللي حاجات جديده عليكم دونك باش نبداو بالتعريف اش معناها هذه الكل دونك اون با ديفينير اول حاجه السيستيم دي دي نوميراسيون بالنسبه للسيستيم دي نوميراسيون باش نعملو اكتيفيتي اكتيفيتي ما عندهاش علاقه كبيره بالسون جيست باش تعرفوا شنو دي كو ال ساجي دونك ساشون كون 3600 avant Jésus-Christ en Égypte on utilise des symboles suivants donc 3600 قبل الميلاد الانسان ديما عنده اشكاليه كيفاش يحسب شنو هو الترقيم اللي باش يعملوا ما كانوش يعرفوا الارقام اللي نعرفوها احنا من واحد حتى ل 9 دونك مثلا الفراعنه قبل كان الواحد يرمزوا له بخط كيما هكا العشرة يرمزوا بالسيمبول هذاك اللي مية الف واحنا ماشيين عشرة الاف و... واحنا ماشيين حتى المليون كيفاش يرمزولهم لهم الارقام نتاعهم دونك هذه كيما تشوفوا اشكال متعدة دونك هنا باش ناخذوا لاكتيفيتي باش نعرفوا اللي راه الترقيم هذاك كل واحد كل فترة متاع كل حاجيات الانسان يعمل ترقيم خاص به دونك ناخذوا باريكزامبل شيرشي لو نومبر سويفون دونك اون با شيرشي سيبوزون الفراعنة كتبوا الرقم هذا نحبوا نعرفوا الرقم هذا شنو دونك حسب السيمبول نتاع لي نيميرو عندنا الزوز نفس السيمبول اللي هو 3 معناها 1000 1000 في الاثنين دونك 2 في الالف الزوز نتاع دونك 2 فوا 200 او 2 فوا 100 وهذوما ثلاثه كيف كيف اللي هو يرمز مئة من 10 معناها 30 هذيك 3 10 نتاع الواحد دونك واحد 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 دونك 3 بروفو ان 3 دونك كي كل الرمز هذا سو نمبر اي 2233 دونك 2233 دونك باش يكتبو 2233 يستعملو الشكل هذا هذا اكزامبل باش تعرفوا اللي راهو سيستيم دي نوميراسيون قابل للتغيير معناها انت واليوتيليتي دونك ديفينيسيون اش معناها سيستيم دي نوميراسيون سي لا او دي دي نومبر هي إيه كيفاش نكتبو لي نومبر دونك زيرو ان حتى نوف و ان كرون تان كرون دو هذا هما الاعداد الرومانية اللي تعرفوهم هذه هي طرق كيفاش نكتبو لي نومبر اون تكنولوجي نوميريك توا اللي يهمنا في التكنولوجي نوميريك بليزيور سيستيم دو نوميراسيون سون توتيليزي دونك في النوميريك نستعملو ترقيم اخر نستعملو نظام ترقيم اخر لي بلو كورون سون لي سيستيم ديسيمال هذايا متاعنا بينير لي باش نشوفو اوكتال ايكزا ديسيمال اوكتال مش باش نشوفوه خاطر اور بروغرام باش نركزو على ليكزا ديسيمال والبينير والديسيمال نتاعنا هذاك نعرفوه ب اول حاجه اون فا ديفيني واش معناها باز دو سيستيم دي نوميراسيون شنو معناها لا باز لا باز سي لو نومبر دي دو شيفر ديفيرون كون يوتيليز ان سيستيم دي نوميراسيون معناها الباز هو الرقم معناها قداه عندي كاركتر الرقم اللي باش نستعملو في سيستيم دي نوميراسيون مثلا لو نومبر نكتبو لو نومبر حسب باز

عندي عشرة أرقام معناها أساس دو ديس، تفهمنا الي الباز هي نمبر دي كاركتير ولا دي نمبر دي شيفر نتاعنا، باهي كي منين ال العشرة؟ ليش عشرة مش خمسة ولا ستة ولا ثمانية ولا، دونك العدد عشرة هذي جاي اللي أنبوزي تو ا كي ديس دونك عشرة سوابع ولا دونك ولا يحسب حتى للعشرة، هذاك دي, سيستيم دي دونك نجربو ان اكزومبل سوا لو نومبر عندنا ان سي تي وسبعة 3257 العدد هذا ا باز دو ديس باز دي الباز العاديه معناها رقم عادي هذا سو نومبر ان بوتيت اكري سو لا فورم سو فورم دو بولينوم دونك هذا نجمو نكتبو سو فورم دو بولينوم تعرفوها البولينوم كيفاش دونك اللي هناش معناها معناها الارقام هذه السبعه هي 6 فوا 10 لا بويسونس 0 10 لا بويسونس 1 10 لا بويسونس 2 10 لا بويسونس 3 كل واحد باش نضربها في ال... 10 على بويسونس دونك حسب لو بوا دونك هنا 10 على بويسونس 0 هذه مهمه برشا باش باش تعاوننا برشا راهي 10 حاجه على اكس على بويسونس 0 سي تي 1 ردوا بالك 10 على بويسونس 0 راهي 1 دونك هذه 1 كيما الاحاد معنا الاحاد معناها عشرات المئات والالاف دونك لهنا 3 في 10 دونك 3 في 1000 ثلاثة آلاف إثنين في الميتين خمسين وسبعة، دونك نتحصلو على العدد متاعنا اللي هو ثلاثة آلاف وميتين وخمسين وسبعة اللي هو ثلاثة آلاف وميتين وسبعة وخمسين، دونك ثلاثة آلاف وميتين وسبعة وخمسين كيفاش تحصل عليه؟ تحصل عليه عن طريق أن بولينوم، إذا يتسمى بولينوم، مهمناش برشا راه في الواحد جست نعرفو كي نستعملوه، ركزو برشا على هذي، هذيك متنساهاش، رد بالك ديس لابويسون زيرو راهي أعمى هي زيرو، باهي. دونك اي عدد اي رقم باش ناخذوه نجمو نكتبوه بالطريقه هذه سو فورم دان دونك هنا يلفو ديفينير اللي راهو النوبر هذايا التروى لو شيفر لو بوا لو بلو الاولاني الاولاني على اليسار معناها هذاك لو بلو فور هذاك نقصدو بالالاف ولا مئة آلاف ولا وهذا يا هو العكس هو لو بلو فابل هذا الاحاد اللي باش نخدمو بيه دونك هذه جست تسميات باش نعرفوهم كي نحكيو على البلي فور راه نقصدو بيه على اليسار والبلي فابل على اليمين دونك باهي سيستم بينار دونك السيستم ديسيمال شفناه توا نعرفوه توا باش نشوفو سيستم بينار دونك سي لو سيستم ديسيمال لو سيستم ديسيمال اي ديفيسيل ادوبتي ادابتي او سيستم نيميريك باهي هذه مهمه برشا في لي سيستم نيميريك نتاعنا تري ديفيسيل في لي كارت الكترونيك صعيب برشا باش نستعملو لي سيستم ديسيمال Par contre, il est très facile de concevoir des équipements électroniques qui fonctionnent seulement avec deux niveaux de tension. Les hauts et bas, ou les 0 et 1. Il deux états. Il y a première année, fonction logique de base. Au lieu de 10, donc, il y a Donc, 1 et 0. Mais pour cela la plupart du système numérique ont recours au système à base 2, notre système binaire. Comme système d'énumération, numération allez, le système binaire le système d'énumération, Dans le système binaire, il y a il y a, il y a que deux chiffres, il y a 0 et 1. ceux nous les bit. 0 bit et 1 ça vous a l'informatique, bit. ceux Nous deux, 2 bits. Donc, 1, allez, c'est في 2 بيت به كونفيرسيون دان نومبر ديسيمال اون نومبر بينير توا باش نبداو في لي زيكزرسيس نتاعنا تعرف على سيستم بينير سيستم بينير هو بزيرو 1. و 1 ديسيمال نتاعنا هذاك 0 1 2 3 وحنا ماشيين به توا اون كومون فير لا كونفيرسيون كونفيرسيون التحويل كيفاش نحول من الديسيمال عندك عدد ديسيمال 13 مثلا باش نحولوه للبينير Donc, et là, il y a une conversion, avec le verbe convertir le nombre décimal 13 en binaire. Donc, pour la conversion, on va faire le binaire. Le binaire est à base 2. Donc, il y a une par 2. Donc, 13 sur 2, c'est 7. Donc, 7 qui fait que je le nombre c'est 6. Je euh, vais 13 sur 2. 13 sur 2, c'est 6. le reste 1. يقسموا على اثنين هي ستة فاصل خمسة دونك ما بالفاصل بالطبيعة سي سيس سي والريست أن باه السيس هذيك نفس الشيء باش نعاولو لها ديفيزيون نديم على اثنين خاطر الباز دو اللي نحبو نحولوه هو, هو البينير باز دو إذا كان الباز اللي تحب ديما تقسم على العدد متاع الباز دونك سي سير دو هي تروا وما يبقى شيء ريست زيرو بيه نفس الشيء تروا النتيجة ديما نقسم النتيجة على دو جينا آن.

معاش ما زيرو سير دو دونك هذاك ناقفو كي يجينا النتيجة زيرو دونك هنا شنو تحصلنا تحصلنا يا واحد يا زيرو يا واحد يا زيرو هذيك هو لو نومبر بينير لكن هنا رد بالك كيفاش نكتبوه لو بوا لي بلي فور هو الاولاني معناها اخر نتيجه في الريست هذاك لو بوا لي بلي فور وحنا ماشيين لو بلي فابل هو اول نتيجه هو لو بلي فابل دونك يتكتب الأ الأولاني هذا الأ الثاني زيرو هذا وهذاك الأ دونك هذا لا باز نكتبوها اللوطة الباز ان معناها لا باز دو معناها واحد صفر واحد واحد هذا راهو ما هيش ألف ومية رد بالك هذاك في الديسيمال كي تشوف الدو معناها رانا نحكيو على البينار يا زيرو يا أن في الباز اه في البينار دونك 13 على باز 10 كيفاش تولي في البينار 1 1 0 1 دونك في البينار هذا الباز ديس العاديه احنا نكتبو تريز في العادي هنا تو في الدرس هذا باش نعاودو نستعملو الباز نكتبو الباز باش نحدو على خاطر باش نعمل بليزيور باز في العاده ما نكتبوش احنا نكتبو تريز عاديه علاش على خاطر معروفه للعباد نستعملو الباز ديسيمال اما تو في الدرس هذا يلزم تحدد شنو هو الباز اللي باش نستعملوه دونك سيت كونفيرسيون سابيل هذا نسموها تعدينا من الديسيمال لعدد داخله بعضها هذه تسمى كوداج عباره لعملنا كود

17 fois 2 a 34 Donc reste 1 Je dois aller 35 Donc 35 moins 1 34 Donc me fermer. 17, 9, 6, à 2 8, reste 1 8 fois 2, 16, 16 17 moins 16, il y a 9, 6, 8, à la 2 J'ai 4 Il n'y a pas 4 fois 2, 8, 8 moins 8, c'est 0 9, 6, 4 sur 2 C'est 2 2 fois 2 4 4 moins 4 j'ai 0 ما يبقى شيء نبقى نواصل نواصل كين كينوصل 0 هنا دونك 2 sur 2 c'est 1 والرس 0 مش هذا 0 اللي حشي 0 في القسمة 1 sur 2 ما تجيديش 0 واني يعني بدلت الكولور بش نعرف اللي هو صي نقف غادي دونك 0 والباقي 1 خاطر ما نجموش نقسمه 1 على 2 دونك يبقى 0 ويبقى ال1 هو بيدو هذاك دونك 1 دونك تحصلنا هنا ديفيزيون كما عملناها بكريكا كيما بطريقه اخرى نستعملوا نتعودوا باش نخدمو الطريقه هذه اخدم كيما تحب الطريقه هذه على خاطر اوضح تحب تخدم بالطريقه اللي شفناها بكريكا نفس الشيء المهم ديما قسم على اثنين على اثنين على اثنين على اثنين ونقفوا كان كي على نتيجه زيرو وكيفاش نقراو العدد هذا دي ديما بالعكس رد بالك نقراو هكا بالصنص هذا هذا لو بوا لو بلو فور هذاك اللي بعده واحنا ماشيين هذاك اللي بعده هذاك اللي بعده والاخراني هذاك اللي بلو فابل دونك نقراه بالعكس رد بالك ما هيش ان 0 زيرو راهو نبداو ان 0 زيرو وحنا ماشي باهي نأخذون يعني نوتري 26 ا باز 10 دونك 26 ا باز 10 نفس العملية باش نفركسو بالطبيعة باش نعملو ال نفركسو اه... في البينار نومبر بينار نتاعها دونك 26 نقسمو على اثنين اش تجينا 13 13 فوا 2 26 دونك ما يبقى شيء 3 سور 2 جينا 6 شنو يبقى يبقى واحد على خاطر 6 فوا 2 12 13 مون 12 1 6 سور 2 نفس الشيء جينا 3 وما يبقى شيء 3 نقسموه على 2 جينا 1 ويبقى واحد على خاطر 2 ما 3 مون 1 2 1 دونك 1 نقسموه على 2 ما نجموش 0 هذاك هو ينقفو فيه زيرو ويبقى الواحد نتاعنا هذاك نفس العمليه باش نقراوه بالسونس هذا sens هذا دو بان او دونك هذاك لو بوا لو بلو فور نكتبوه لولاني او احنا ماشي تكتب كيما تحب ما تعرف اللي هذاك لو بلو فور دونك هذا هو العدد متاعنا ردوا بانا ديما نبداو بالسونس انفيرس ب هذا كالك اكزامبل متاع لي نومبر كونفيرسيون دي نومبر بينير هذا تفكروا سميناه كوداج ناخذوا 12 Sur 2, 6. 6, il n'y a pas 0. 4, 6 fois 2, 12. 6 sur 2, 3, il n'y a pas 0. 3 sur 2, 1, il n'y a pas 1. 1 deux, sur 2, 0. B. Qui veut que je ne quitte pas Il 1, 1, 0, 0. 17 sur 2, 8, il n'y a pas 1. 8 sur 2, 4, il n'y a pas 0. 4 sur 2, 2, il n'y a pas 0. 2 sur 2, 1, il n'y a pas 0. 1 sur 2. 0, 1, 0, 3, 0, 1. Donc, il y a une asymmetry. Et tu B. Exercice convertir les nombres décimaux suivants en binaires. Et d'ailleurs, il exercice dans le cours. Il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs nombres à faire. Déjà, on en a fait Donc, ça va dit. هذوما الاعداد الكل باش نعملهم كونفيرسيون من المستحسن تترين عليهم مليح هذوما الكونفيرسيون إذا يتسمى كيما تفهمنا من الديسيمال باش نتعدى للبينار يتسمى كوداج عملنا كود من العادي الديسيمال هو العادي نتاعنا 12 17 32 هذا العادي باش نتعدى لحاجه مش عاديه يتسمى كود كوداج دونك باش نعطيكم فكره على الارقام اذا كان خممتوا فيه في الدار شنو باش تجينا هذايا باش تجينا 1 1 0 0 هذاك دونك هذه سوليسيون اذا كان خدمتو في الدار تحب تثبت انت ماكش باش تحفظهم تو في ليكرون تحب تثبت ترجع للفيديو تثبت يا إيه صحيح ولا لا دونك هذوما العدد نتاعنا باه نتعداو تو الكونفيرسيون دان نومبر بينير اون ان نومبر ديسيمال تو العكس من البينير من الكود حاجه كودي 1100 ما نعرفش شنو باش نتعدوها لحاجه نعرفوها ديسيمال باه تو نومبر بينير بوت اتر ترانسفورمي اون سون ايكيفالون ديسيمال كيفاش سامبلومون اون اديسيونو كان باش نجمعو لي بوا دي ديفيرز بوزيسيون وين ان، باش نجمعو لي بوا نتاع زيرو زيرو هي كيما هذا العدد هذايا مثلا، نقوم بتحويل النمبر بينير هذايا، ان دونك اللي فيهم زيرو باش يتنحاو يبقى كان اللي فيهم ان، هذايا أول حاجه باش آه باش نكتبو الأعداد لو بلو فور منظم نعاود نكتبهم غاديكا بالنظام هذاكا ونكتبو البولينوم متاعنا نذكركم البولينوم باش ناخدو الباز نبداو بالزيرو أن دو, دو، تروا كاتر بكريكا عملنا ديس. ديس 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 كلهم في العشرة خاطر باز ديس هنا دو 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 خاطر باز دو ونبداو دو, دو لا بيسونس زيرو دو لا بيسونس أن دو لا بيسونس دو وحنا ماشيين حتى ال... ناقفو العدد الأخراني متاعنا دونك اللي هنا من بعد باش نجمعو هذوما نتحصلوا على العدد ديسيمال اللي حاشنا بيه هنا بالطبيعه اللي فيهم زيرو باش يطيروا دونك باش يتنحاو اللي فيهم زيرو هنا عندي آه 4, 3, 2 على 4 هذه بالخدمه تحفظها راهي 2 على بويسونس 4 16 2 على 3 راهي 8 2 على بويسونس تعرفوها 4 2 على بويسونس تعرفوها 2 2 على تفهمنا فيها 1 هذه بالخدمه تحفظها راهي 2 4 8 16 اللي فيهم زيرو هذاك الاعداد نتاعنا نضربهم في العدد نتاعنا بالطبيعه اللي فيهم زيرو باش يطيروا هذاك وهذاك يبقوا لنا كان اللي فيهم ا آه. دونك ام فوا سي سي ان آه. فوا سي هذا آه. زيرو باش يطير هذاك زيرو ان فوا ان آه سي آه. كله باش تجينا 25 16 و 8 ونزيدوهم واحد خمسة وعشرين دونك العدد نتاعنا اون بينير 25 اون ديسيمال هذا شنو هو اللي عملناه توا كان عندنا عدد بينير داخل بعضه 1 1 0 0 1 نحبوا نعدوا نرجعو للديسيمال متاعنا هذا يتسمى عكس الكوداج بكريك عملنا كوداج عكس الكوداج هو ديكوداج دونك سيت كونفيرسيون سابيل لو ديكوداج نحينا الكود ديكوداج معناها نحينا الكود بيه. دونك <applause> ديكودي هنا كي يجي ديكودي معناها امشي من العدد اللي مش معروف المجهول نتاعنا تمشي ستا. تمشي لعدد عادي ديكودي نحيته ولا تردو ديسيمال دي دونك ديكودي دي. ديكو لي نومبر بينير هذوما عندي 1 0 1 اون بينير هذاك 1 0 1 نضربه باش نعملو نضربو في لوبيسونس لو كل شيفر بيت معناها اذي 2 لا 0 و دي لا 1 و دي لا 2 نقعد على 2 لا بويسونس خاطر ما عنديش اعداد اخرى دونك ونحسبوا هذوم ونجمعهم بالطبيعه 2 لا بويسونس 2 اتفهمنا فيها بكريكه 4 2 لا بويسونس 1 2 لا بويسونس 0 1 دونك 2 لا بويسونس 0 هذه كطير كنت نجم فصخها من المره الاولى لهنا من غير 1 مع 4 دونك اذا راه 4 مع 1 مع 0 مع 1 اذا 5 دونك ان زيرو في البينير تجينا خمسة في الديسيمال هذا كيما تفهمنا اسمه ديكوداج نحينا الكود تحصلنا على العدد نتاعنا نفس الشيء ناخذ ان في البينير في البينير الاعداد نتاعنا نكتبوهم بنظام ان ان زيرو نضربوهم نبداو من دو لابيسونس دو لابيسونس دو دو كاتر احنا ناخذ العدد نتاعنا هذاك الان ثم نجمعهم جينا 8 مع 4 هذايا باش يطير اللي هو 2 فوا 0 وهذايا باش يطير من غير ما نحسبوهم هذوكم دونك 8 سي 8 ان فوا 4 سي 4 12 دونك 0 0 باش يتنحى جينا 12 دونك العدد نتاعنا هذاك 1, 1 0 0 في البينار راهو 12 في الديسيمال هنا ملاحظه لا جو دي زيرو لو دوفون دي زيرو في, في الاول راهو ما عندهاش حتى سينيفيكاسيون راهي تنجم تزيد عباره على خمسه زدتها صفر هنا صفر خمسه راهي خمسه دونك هنا ما يغير شيء زيرو زيرو جد تزيد كيما تحب هنا نزيدو زيرو العدد اللي تحب عليه ما يغير حتى شيء العدد هو يبدا من الام تاعنا واحنا ماشيين باهي خاطر نستحقوا له الملاحظه هذيك من بعد نستحقوا له دونك ثم تابلوات موجودين بارتو التابلو هذا يبدل لك من الديسيمال للبينير احنا شفنا تعلمنا كيفاش نبدلو من الديسيمال هاي باش نرجع لها من الديسيمال للبينير يا ربي من البينير للديسيمال تعلمنا كيفاش نعمله وشفنا بكريكا من البينير للديسيمال العكس معناها شفنا الكوداج والديكوداج تم تابلوات باش تبقاش تحسب الحساب هذايا ساهل نتصور تعرفوه تبقاش تحسب يعطيك العدد اذا كان تستحقو موجود في التابلو دونك فون مادام تعرفوا كيفاش تعملوا الكوداج والديكوداج ما عادش باش نعاودوا راه الحكايه هذيا وناخذوا الاعداد من التابلو هذه التابلو هذه باش ترافقنا باش نعرفوا من بعد الاكسادسيمال وبقيه الدرس. دونك 5 0 1 0 1 وين هي 5؟ ها هي 0 1 0 1 هنا عملنا 2 0 كنا نجم نعمل 3 0 ولا نعملوا 0 1 مش مهم الزيرو قبل العدد نتاعنا دونك ، سسمه ال ان هو ان هو 12 اللي كدوز مثلا 10 -10 11 ان دي ان 0 احنا ماشي ماكش مطالب باش تحفظهم بالطبيعة نجم في كل واحد اللي كان تستحقهم في باش خدمة ما واحد نجم تستعين بالتابلو هذايا باش تكمل به الخدمة نتاعنا ب نأخذ ان اوتر ان نفس العملية ان زيرو او نضربو في لابويسونس دو لابويسونس زيرو دو لابويسونس بويسونس باش نزرب شويه تو نصور راكم استانستو بها الحكايه دونك الزيروات هذوما باش يطير هذا باش يتنحى وهذا باش يتنحى هذوما الزوز دونك شنو اللي باش يبقى لنا ونجمعو الباقي دو لابويسونس بويسونس تروا سي ويت هذوكم باش يتنحاو كاتر وما غير ما نحسبهم ديجا يتنحاو هذوما ان آه. ويت بلس ان آه. تجينا نوف دونك العدد هذايا نتاعنا راهو نوف دونك اون بينير 1001 يجينا 9 اون ديسيمال نأخذ العدد بعدو. اللي بعده لاحظوا لهنا ايش عندي عندي 2 لا 0 1 2 3 4 ديما في البويسونس وهنا نحط الاعداد نتاعي نجمع التوتال اللي فيهم زيرو ما غير ما نحسبهم نطيرهم باش نحسب كان اللي فيهم 1 دونك اللي هنا 16 ويت هذيك باش تطير ما غير ما نكتبوها 4 دونك اللي هنا هذه باش ايش باش يبقى باش يبقى 16 والكاتر 16 بلس 4 هذوكم زيروات جينا 20 دونك العدد نتاعنا راهو 20 دونك نتصور راك فهمتوها الحكايه هذه uh, باش نتعداو لي سيستيم اكزا ديسيمال دونك سي تان سيستيم ا باز دو 16 شفنا البينار والديسيمال باش نتعداو لي اكزا ديسيمال جوست في الفيديو هذايا باش نوريكم

دونك هذا هو السيستم اكزا ديسيمال دونك هذا السيستم اكزا ديسيمال الاعداد من 0 حتى 9 قيمه ديسيمال العادي لكن ال10 ما نحبوش نكتبه 10 و11 و12 نبدلوهم ب ا بي سي دي او e, اف علاش استعملنا حتى لاف على خاطر البويسونس نتاعنا باز دو 16 هي دو 16 كيفاش تحصلنا عليها هي دو على البويسونس 4 دونك دو على البويسونس 4 نجموا نكتبوا سيفير باهي نتصور كملنا مع البارتي هذه ان شاء الله نتقابل في فيديو ثاني باش نكملوا بقيه الدرس باش ما نطولش عليكم نتقابل ان شاء الله في الدرس الثاني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته